قد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد إني بما تعملون بصير وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير
وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ضابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون
مَا